حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية ورجعنا لكم نتواصل معاكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة. وهذه هي أمسيتنا لهذا المساء، انتهينا من الطرب من الغناوي والآن ننتقل معاكم وختامها مسك مع الشعر والشعراء. شاعرنا وضيفنا الكريم شاعر مميز كان موجود في فترة من الفترات ولكن اتخذ قرار مع نفسه وابتعد عن الساحة الإعلامية وابتعد عن الساحة الشعبية، ولكن على نطاق ضيق هو يكتب ما بينه وبين أصدقائه، ما بينه وبين أحبابه، ما بينه وبين ناسه على المستوى الضيق جدا، وابتعد فترة طويلة عن الساحة الإعلامية والساحة الشعرية والساحة الشعبية، لا ينتقد ولا ينتقد. شو الأسباب يا ترى؟ ما احنا عارفين، لكن اليوم قرر أنه يرجع إلى الإعلام ويرجع إلى الساحة الشعرية الشعبية ويقدم نفسه من جديد وبلون خاص فيه بشكل جديد. شو اللي غير هالقناعات؟ كل هالأمور راح نعرفها مع ضيفنا الكريم الشاعر حسين الذروة. مساك الله بخير شاعرنا، حياك الله. الله يمسك بالنور واشكرك على المقدمة الجميلة هذه، واتمنى اني اكون ضيف خفيف عليكم وعلى مشاهديكم. حياك الله معنا في برنامج مسائي. استاذ حسين، يعني راشد ذكر وقال ان انت كان لك ظهور في السابق وانقطعت عن الاعلام، بدنا نعرف اسباب انقطاعك. والله الاسباب كثيره، لكن من ابرزها ما كان فيه اهتمام في الشعر والشعراء في الفتره السابقه عكس ما هو موجود الان. الان فيه السوشيال ميديا، في المسابقات، ولو أنا عندي تحفظ في المشاركة في بعض المسابقات، فيه القنوات. أما في السابق لا، ما في إلا مجلة المختلف، يمكن صفحة في الجريدة، فما كان في شيء يشجع الشاعر أنه يكون يعني متواجد في الساحة. يعني رأيك يحترم في النهاية، لكن الكثير من الناس يقول في الفترة السابقة كانت يعني موجودة الصحف والاهتمام بالشعر والشعراء والأمسيات والأسبوحات وغيره، ولكن عند دخول السوشيال ميديا وعند دخول الإعلام قل الاهتمام بهذه الصحف وبعضها تم يعني أغلقت، يعني ما في بيع يعني. والشعراء كانوا يعني كثير لهم أصدقائهم، لهم جروباتهم وأمورهم هذه كلها اللي هي نسميها أنتم تسمونها الشلالية، كانت موجودة هذه السابقة. أقول لك الآن السوشيال ميديا قضت عليها، فكيف بالسابق ما في اهتمام بالشعر واليوم في اهتمام بالشعر؟ اولا الشعريه ترى ما زالت موجوده، لكن يمكن بشكل اخف. بالنسبه الاهتمام كان محدود او بسيط في السابق. الان لا والله في اهتمام كبير، حتى اعتقد انه يمكن جمهور الشعر صار اكثر والشعراء صاروا اكثر والمستشعرين صاروا اكثر. بالضبط. نعم. للأمانة يعني على طاري الشعراء أنهم كثار، في شعراء مبدعين جدا، لكن مشكلة هذول الشعراء أنه يكون معجب في شاعر معين فبدال لا ينافسه تلقاه يقلد الشاعر فيهدم إيش إبداعه. صحيح. هذا اللي فسبب عودتك الحين لأن أصبحت هناك وسائل كثيرة وعديدة ممكن أن هو الشاعر يبرز فيها ويوصل لجمهوره أكثر، نقدر نقول كذي؟ نعم بالضبط. إنزين، هل أنت قاعد تستغل هذا الشيء حاليا كسوشيال ميديا واعلام؟ انا في السابق ما كنت مقتنع وما كنت يعني كنت مسكر باب الظهور الاعلامي، لكن الفتره الاخيره يعني نقدر نقول المقربين مني زياده الحاحهم اقنعوني، والحمد لله انا متواجد بينكم الان. حياك الله ويا هلا مرحبا فيك، وسعيدين بهذه العوده وان شاء الله تستمر ما تتخذ قرار ثاني. لا ان شاء الله. فشنو تختار لنا الشاعر حسين الذروه تسمعنا وتسمع جمهورك؟ يقول اكثر واكبر شيء ممكن تسويه انك توفي دينك الوالدين، وندري انه صعب جدا توفيه لو وقت حججهم على من كبير، لكن عليك بتم وابشر ولبيه واتعب لاجل يرضون ورخص ثمينك، واولى واغلى شخص ممكن تخاويه اخوك لوك عود ما هو بسنينك، ذراك من جور الزمان وبلاويه ويصبر على مرك وشرك وشينك، وحزامك بوقت الوغى تحتزم فيه لا صاروا العدوان متحاولينك، وافضل واجمل شيء ممكن تلاقيه رجل على سكات بقعه يعينك، بينه وبينك طيب بس ما معانيه ولا يفرح الشمات بينه وبينك، والجار قبل الدار تبنى مبانيه انشد قبل تنشب ويندى جبينك، الجار لوه جار حذره جازيه حشمته من حشمة نبيك ودينك، والضيف لا من جاك رحب وحييه خله يشوف المرحبا وسط عينك،
ترى الكريم معانا من عند واليه يغنيك لوك غارق الوسط دينك أما كبير السن حذرة تراكيه يكثر على تقديره مقدرينك ومن الأدب لا من حكامات عايه حلمك وصمتك يرفعك ما يهينك واللي أنساك المبتلي لا تخليك افزع ولا تذخر وتقصر يدينك الله عطاك وأرسله لجل تعطيه والمعطي الله قبل مدك يمينك والطيب والطيب لا منصار في غير راعيه لا تنصدق لو ما قدام عينك صح لسانك صح لسانك استاذ حسين توك ذكرت ان الساحه الشعريه كل ما لها وقاعد يزيد فيها محبين الشعر وسماع الشعر والقصائد وايضا الشعراء ومثل ما قال راشد ايضا المستشعرين زادوا في هذه الساحه بوجود السوشيال ميديا والاعلام الجديد ساعد بعض الشعراء للظهور والتواصل مع جمهورهم وايضا خلى ناس يعني يضيقون على الشعراء المبدعين يعني يخربون عليهم مثل ما يقولون نعم. هل تشوف الحين هذا الشيء ما قاعد يأثر سلبا عليكم أنتم كشعراء أساسيين في هذا المجال؟ أبدا أبدا بالنسبة للشاعر المبدع ما يتأثر سواء أكثروا الشعراء أو المستشعرين لكن مثل ما ذكرت في السابق مشكلة بعض الشعراء أنه يتأثر في شاعر معين فيأخذ أو يتطبع بلونه أو ياخذ طريقة أسلوبه من غير لا يحس من غير لا يدري من غير ما يدري فهنا يجد صعوبة إيش إنه يعني يبتعد عن هذا الإطار هذه المشكلة حسين الذروة يا ترى أي خط ياخذ في شعره وهل تغير خطك من قبل يعني انقطاعك عن الإعلام وعودتك اليوم أم ما زلت بنفس النهج ونفس الخط ونفس البنيان للقصيدة يا ترى أنت أي بنيان اللي يستهوي الشاعر حسين الذروة والله أنا أستهوي القضايا الاجتماعية بالدرجة الأولى لكن أحب أكتب على جميع القضايا سواء كانت قضية اجتماعية لكن اللي أبتعد عنها القضايا السياسية لكن القضايا العربية أيضا والقضايا الإقليمية والقضايا نعم هذا أيضا نعم هو أي موقف يلامس إحساسك كشاعر نعم يعني يعني غزل ما تكتب؟ الغزل نكتب تكتب غزل ما في شاعر ما يكتب غزل طيب حتى المطوع يكتب ما عليك شنو حاول تسمعنا من اختيارك سواء عربية قضية اجتماعية أو غزلية قبل أن أخذ هذا الفاصل من خلال قصيدتك يا صاحبي قد قلت لك 10 مرات بس أنت ما تسمع ولا القلب يسمع إن كانك بتجمع من الناس زلات راحت حياتك كلها وانت تجمع خلك بعيد قريب واترك مسافات يعني على ما قيل لا ضد ولا مع ما كل ما يلمع ذهب وانت بالذات شفته ذهب يمكن علشان يلمع أغلب مشاكلنا جمال البدايات لا بين الخافي بدا الزيت يهمى الشك والإهمال دمر علاقات أسس خلافات وفراغات تزمع تدري وش اللي كان بين الفراغات بيت الهدم قلب انكسر عين تدمع وعلى سبيل الأمثلة في الروايات الحر يصبح عبد لا صار يطلع صراحة رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين في حوارنا مع الشاعر حسين الذروة أستاذ حسين يعني في التو ذكرنا أن هناك شعراء أكثر في هذا المجال لكن قليل منهم من اللي يرسخ في أذهان الجمهور ويبقى معهم طول الوقت ويحبون أنهم يسمعون قصائده شنو اللي يميز الشاعر اللي يظل مع جمهوره دائما بالنسبة للشعر متى ما كانت قصيدته تلامس أحاسيس الناس أو كأنه يكتب للناس بكل تأكيد حتما راح يكون متواجد في أذهانهم ويحفظون قصائده فالذكي أو الشاطر اللي ما يتكلم عن نفسه فقط يتكلم عن الناس أنت تكلمت عن نفسك بقصيدة ثنتين ثلاث زين الناس القضايا الاجتماعية وهذا دورها لما نتكلم أنه متى ما قدرت توصل إحساسك للناس أنت حتما راح تملك
اعجابهم ومشاعرهم. نعم. لكن انت تعلم تماما بان الابتعاد عن الناس ايضا الناس تنساك نتيجه كثره الشعراء. صح. اليوم عودتك انت مقرر ان شاء الله انك انت راح تكون متواجد في كذا مجال. انت قاعد تضربني على الوتر. انا ابيك تستمر ما ابيك تنتظر. ان شاء الله. شنو خطتك يعني الاعلاميه اللي في ذهنك راسمها؟ والله ان شاء الله باذن الله ان راح اكون متواجد. طبعا انا كنت منشغل امور حياتي بالنسبه للدراسه وما يشبه. الان ان شاء الله متى ما كانت فرصه جميله مثل هذه الفرصه حياك الله. بكل تاكيد اني ما راح اطوفها ان شاء الله. السلام مبارك وحياك الله. واحنا طماعين الصراحه اليوم نسمع شعر في شعر قبل ان هذه الحلقه خليها شعر. يا محلى جمعت اخوان. يا محلى جمعت اخوانك. يا محلى جمعت اخوان هذه القصيده وهذا الشعر اعتقد من سنه تقريبا او اقل من سنه ولا قصده طيب عند الناس يعني وانتشرت. فاحنا طماعين نسمعها منك. يقول يا محلى جمعت اخوانك حواليك وعيال عمك وقصراك وخوالك ورفيقك اللي ما يخيب هقاويك اللي اليوم انك تضايقت جالك جمعت مثل ذولا حواليك تغنيك والله ما يغنيك عنهم حلالك والله ما يقهر ويكسر معاديك الا لشاف عيال عمك ظلالك جمعت مثل ذولا حواليك تغنيك والله ما يغنيك عنهم حلالك والله ما يقهر ويكسر معاديك الا لشاف عيال عمك ظلالك ولا دارت الدنيا وطحت بدهاليك يا غير اخوك اخوك ما فز شالك اسمع كلامي زين وافتح اذانيك وش بك يمينك في اصابع شمالك لا صرت مع ربعك كذا مثل ياديك يا طيب حظك صدق ويا طيب فالك. صح لسانك. استاذ حسين الحين الدوت بين الشاعر والمنشد هل تشوف انه هو ضروره؟ والله يعني انا اشوف انها تساعد في انتشار القصيده. اذا القصيده جزله والمنشد مبدع اتوقع راح تكون في افضل صوره لها. وتكون سريعه. في ناس انا اسمع منك بس يعني يمكن ما استصيغها لكن بصوت المنشد لا راح احس فيها اكثر. صحيح. توصل حق ناس اكثر. ترى شوف احنا سؤالنا هذا هو تمهيد حق يوسف. المنشد يوسف الذروه. نعم. فدائما كل قصائدك اغلبها مرتبطه بيوسف الذروه، هل هو لصله القرابه ام انت شايف في شيء يعني مختلف يوسف عن الاخرين؟ يوسف ولد اخوي. نعم. وللامانه مو اساس انه افضل انه قريب مني او شيء، لا. يوسف لانه مبدع للامانه وشهادتي فيه مجروحه نصيب الخير. يوسف يملك حنجره ذهبيه للامانه وانا اقتنعت فيه ونجح في اكثر من قصيده فهو يكون الخيار الاول لي. بس يظل قدام الناس محسوب على حسين الذروه وحسين محسوب على يوسف الذروه. والله شوف لازم تعطي غيره. صدقني انا اعطيت غيره في شاهين موجود وفيه وصلوا احساسي. والله وصلوا احساسي لكن يوسف يا اخي يوسف غير. فاهمك. الاقربون ولا بالمعروف. يوسف غير والله. انت تستاهل كل خير ويوسف يستاهل كل خير ويوفقكم ان شاء الله. شنو تختارنا من قصائدك؟ يقول صح صح صحيح علي صح صح صحيح بناصح ان ينصحك صح وخلك خليل ما يخلي خليله وخلك كريم لا قسى الوقت او شح واليا نويت تمد مد الجزيله وحذراك لا تخطي بكلمه وتجرح ترى الرجل دايم لسانه دليله واختار من وياه تضحك وتمزح لا تبتل شبه للنفوس الثقيله اللي على الزلات كانها يشفح كانه يدور زلتك في شليله هالة ثقيل خلاه خله وريح لا تقربه وابعد باية وسيله خلك مع اللي خوته صدق تشرح خاطرك لا من صار بالوقت ميله يحزن حزنك وبسعادتك يفرح ويشيل حملك فوق حمل يشيله هذاك لا زليت يدوح ويسمح صعب تلاقي في الخلايق مثيله هذاك كفو المدح لا جيت بمدح رجل يساوي في عيوني قبيله قد قالها ريكان في وقت روح وقت مضى وقفه معه كل جيله يا ليت رجال يا ليت رجال
يا ليت رجال يبدل وينزح، ويا ليت في بدل رياجيل حيلة أقولها من قلب صادق ومن صح وراعي الجميل، أموت أنسى جميل. صح. أنا أحس الشعراء أسعد ناس. تحس كذي؟ لأن ما شاء الله كلماتهم وقصائدهم يعني كلها فيها الحكمة وفيها الموعظة وفيها كذا، فأنتوا تطبقون هالشيء هذا في حياتكم ولا تتعرضون حق مثل هالشخصيات، الناس اللي فعلا ما يذبح الزلة واللي تتأذى منه واللي فعلا تهقى فيه الخير ويطلع فيه العكس، والشخص اللي تتجمل فيه ينكر الجميل وبناء عليه تبنون هذه القصائد، ولا يخافون منكم أنتوا الشعراء ما حيتعرضوا؟ صدقني شوف الشاعر مثلك تماما لما أنت تتخيل. شنو أنت تخيل وتحلم، لكن هو تكلم أو يتخيل بصوت بصوت عالي، فأحيانا يتمنى شيء أو أن يذكر شيء في خياله وعبر عن إحساس ويترجم إحساس متواجد فيني لكن بصوت عالي، مثل اللي يفكر بصوت عالي. نعم صح. إيه نعم. أستاذ حسين احنا استمتعنا جدا باللقاء وياك واستمتعنا بالقصيدة اللي قلت لنا إياه، وأكيد نبي نختم مع قصيدة، لكن إذا حاب تقول كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء. وأنا أشكركم جدا على هذه الاستضافة وأتمنى أني كنت ضيف خفيف مثل ما يقولون. جميل جميل بكل حال. الله يجمع أيامك. شكرا لقبولك هذه الدعوة، موفق إن شاء الله. ونختم احنا مع حضرتك بقصيدة من اختيارك، لكن توجه للجمهور الكريم ومتابعينا نقول لهم كل شكر لكم على حسن المتابعة، كنا معكم في هذه الأمسية الجميلة، جمعتنا معاكم على الخير وعلى المحبة ومع ضيوفنا الكرام اللي نورونا الليلة باستديو مسائي، ونشوفكم دائما على خير ومحبة، وأقول لكم أنا بدوري تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان، وأيضا زميلتي دانا عندها كلمة بالختام، والختام مع قصيدة مع شاعرنا اللي نشكر على تواجده معنا الشاعر حسين أذروة. شو حاب تقولين دانا؟ أكيد نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، فمان الله. تفضل. لا تشكى من همومك واضحك بوجه الزمان، وانكساك الهم لا تشكى لغير الله همك، ولا تخاوي لك بخيل ولا تخاوي لك جبان، البخيل يسل كبدك والجبان يزيد غمك، وكان ودك ترتقي في دنيتك قدر وشان، اوصل اللي قاطع امك من بني لحمك ودمك، واقمع اللي عند وجهك ذنب فلان وفلان، لن من طبعه الى من غاب عن وجهك يذمك، وكان تتمنى وتترجى ان الله الجنان ارض امك، لو تغسل في دموعك أرض أمك، وكان ودك تشعر بطعم السكينة والأمان، اذكر أول حضن في دنياك من الأعماق ضمك، واغتنمها في حياتك، واغتنمها في حياتك قبل لا يفوت الأوان، قبل لا تبكي عليها ويمتلي بالدمع كمك. صح.